هنا بمدينة ماسانيا حظيرة إقليم شارب أجرمي انطلقت هذه الحملة التوعوية التي قام بها مجموعة من الأغلبية البرلمانية التابعة للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شارب أجرمي من أجل توعية ناخبيهم حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل، حيث أطلق هذه الحملة رئيس البعثة البرلمانية لهذه الحملة عيسى بابا حسن. النائب البرلماني لمدينة ماسانيا الدكتور محمد مالوم كادر هو من شرح لناخبيه بماسانيا مختلف مخرجات الملتقى الوطني وما تحمله الجمهورية الرابعة. التغيير أنا كتريم ريبوبلي تقول شنو؟ خيرنا الدستور قلنا هسا كلام وايد ناس بعجب يقولوا سو بريفي ما في جندارم ما في وشنو وناس وشنو في كده قلنا هيني لا عم باكر ده انتو السيادة على خدمة في ايديلكو. هذه الحملة حملها الوفد أيضا إلى سكان مركز إداري دربالي التي تبعد حوالي 70 كيلومترا من مدينة ماسينيا. كاثر من الببليك تقول الأوين عندهم دور في المجان في أي مكان، أما أنا كان عندنا دور كل ما بنفجوا خروجالنا أنا في تيد أمركو وفي إيد في تيد التخارج هناك. قرية صالح مانجا بمركز إداري عايش كانت أيضا هدفا للقائمين بهذه الحملة. اليوم أنا شو أنا لسه قلنا لكم ده يدوك لي أوراق إيدينا السوبر في ماشي بتاعته مع المال تتبقوا شو. وفي مركز إداري لينيا تلقى الوفد استقبالا حافلا من قبل السكان الذين كانوا ينتظرون هذا الوفد البرلماني لاستماع رسالة هذه الحملة. الدستور ده الرئيس الجمهورية قال لنا لنا ديبتين أي ديبتين كانوا أنتوا 10 كانوا أنتوا 8 كانوا أنتوا 9 كل أي واحدين كل يمشوا في ريجون حقهم ويبلغوه لشعبهم الشيء الحاصل شنو. هذا وعلى حسب جدول نشاطات هذه المجموعة البرلمانية فإن هذه الحملة ستتواصل لتشمل مختلف المراكز الإدارية التابعة لإقليم شارب أجرمي. مواصلة لحملاتهما التوعوية حول تفهيم مبادئ ومخرجات المنتدى الوطني الشامل، وصل وفد النواب لمجموعة الأغلبية الرئاسية المكون من نواب الحركة الوطنية للإنقاذ والأحزاب المتحالفة إلى بلدية الدائرة الرابعة بهدف إيصال مكاسب المنتدى ومفهوم الجمهورية الرابعة لسكان الدائرة. شهدت المناسبة عدة مداخلات منها الكلمة الترحيبية للوفد الزائر وكلمة نائب الدائرة الرابعة عثمان عوض الكريم. إضافة إلى ذلك فقد ألقى رئيس البعثة خطابا مهما فسر فيه عن الهدف الرئيسي للحملة التوعوية. بعد 9 أيام من عمل الشاخ تعرفوا عمل أنا 9 يوم ده الشاب ده بصار خدموه وخاصة أنتوا هسر قاعدين ده أكتر منكم كل هدرة فوق خدمة لك كيف انخدم يعطوا كل حجة كلام اليدورة يا تقول قال كلام اللي يدور في اللي يعدل البلد ويقدم البلد ده كلنا كيشنو ساعدنا فوقه لحد ما طلع بنتائج معينة. هذا وننوه إلى أن تنفيذ نتائج المنتدى الوطني الشامل بدأت تأخذ مسارها على أرض الواقع واحدة تلو الأخرى، وذلك بإصرار من رئيس الجمهورية لجعل تشاد دولة نامية ومزدهرة مع حلول عام 2030.